الله باذن الله مع القرار، بس ربنا ييسر الحال ان شاء الله باذن الله. الاسعار يعني تهدى، يعني مثلا احنا هنوقف التصدير بس الاسعار تهدى، الاسعار ترجع البوت زي الاول، زي 12 جنيه 13 جنيه 15 جنيه. النهارده من ساعه ما قال لك البوت هيصدر، البوت وصل 32 جنيه 30 جنيه من مكانه. طب هيتباع له كام تاني؟ هيتباع له كام تاني؟ قرار كويس. اما يكون 100% يبقى هنا احنا هناكل ونشبع والدنيا هتمشي. لا هيكسر السمك كده، وبعدين من ابو 30 هيبقى ب 20، واخد بال حضرتك؟ وابو 20 هيبقى ب 10، لان كل عام الازمه في السمك هو التصدير. يعني غلى السمك هو التصدير، لما رفعوا التصدير بقى دلوقتي السمك هيبقى رخيص. لا انا الراي طبعا، لا لما نشبع لمؤاخذه البلد هنا عندنا والشعب بتاعنا ياكل، واللي يفضل يتصدر مش مشكله، بس اما احنا نشبع الناس بتوعنا هنا الاول، بدل ما الازمه اللي احنا فيها دي، وبعدين لا بيع ولا شراء ولا اي حاجه. يا رب يا بنتي، يا رب يا رب، حتى انا هشتغل بدل ما انا مثلا واقف حالي جوه كده، ومعايا بنات ومعايا صبيان كله في التعليم عالي حالي كده، انا بشوي سمك للناس. اما يكون السمك رخيص بيجيني اقبال كتير على الناس، خدت بال حضرتك؟ انما انا دلوقتي سمك شايفاني في الشارع